بداية هذا المعرض هذا يعني ما جاش غير تلقائيا، ما لأن مجموعة تاع الناس، كان أول حاجة أصدقاء ومجموعة تاع يعني تلاميذ كانوا هما اللي شجعوني باش يكون هذا المعرض هذا، باش حنا يعني نديروا واحد لبنة أولى، هي تقدر تكون نتيجة يعني انفتاح ديال التهلة على الثقافة، لأن مجموعة تاع الناس دائما ملي كتسولهم على معرض تشكيلي أو على الفن دائما كيقول لك تهلة ما بعيدة على هذا المجال هذا. ولهذا أنا أقول لهم أن مدينة سهلة يمكنها يعني أن تحتضن تظاهرات فنية كبرى وأنشطة كبرى، والحضور اللي كان في المعرض هو بحد ذاته كيعبر على أن سكان مدينة سهلة هم سكان ذواقون للفن ويدعمون الفن، لأن مجموعة تاع الناس أنا لاحظت يعني كيحكي لك على الصورة شنو كتعني، شنو الألوان، يعني عندهم واحد الميول، كل واحد عنده واحد الذوق، وهذا ما خصناش زعما يعني نقصوا به. ولهذا يعني اتمنى من مجموعه من الفنانين يظهروا وحتى هما يديروا محاولات، وخا يعني الامكانيات كتكون قليله، ولكن يجتمعوا بيناتهم على الاقل يديروا معارض جماعيه، وكانتون حتى وزاره الثقافه ممكن انها تدعمهم. واتمنى ان يكون المعرض يعني قد نال اعجاب المشاهدين، وهذه ان شاء الله غتكون غير اللبنه الاولى، باقي ان شاء الله غادي يكونوا معارض اخرى ان شاء الله وافكار ثانيه اللي كتزيد كتساهم في الثقافه ديال المدينه ديالنا، وكتزيد حتى من ناحيه السياحه. وفي اللوحات ديالي انا حاولت ما امكن انني نعطي ما هو محلي، كالرموز مثلا الرموز الامازيغيه، وكاللغات، وكاللباس التقليدي اللي عندكم في هذه المنطقه، وكالمناظر الطبيعيه اللي كاينه في هذه الجهه، وكذلك يعني حاولت انني نحسن الصوره ديال مدينه سهله، واتمنى ان اكون عند حسن ظن المشاهد، وشكرا جزيلا لكم.